جهل على الجرف هنا. انا ناس يمر فيه عاده بس بسبب ان المويه ماشيه فيه مغيره شكله، لكن الحصان استغرب على طول. الجروف والاشياء هذه انت تستغرب خوف الحصان منها، دائما لا تفكر طبيعتك، انت تفكر طبيعته هو. انت بالنسبه لك فاهم وش اللي حاصل وما فاهم وش اللي حاصل، ويفهم انه باختصار انه في شيء قدامه يبدو غريب، لو دخل فيه يمكن يخثع يخمع يختل توازنه، يطلع له شيء من تحته، مخلوقات وحوش الى اخره سابقه مثل خيل البريه وحمير الوحش وغيره، ممكن تمسح يطلع من تحت المويه يشرب مويه وغيره. فهو يفكر بطريقه تفكيره هو، انت تفكر بطريقه تفكيرك انت. المهم ان طريقه تفكيره هو ما تؤدي الى فقدان تحكمك فيه لو كان شوك صحيح. نعم من حقي يفكر، نعم من حقي يحاول، تعاملت معه صح بيعطي المواويل، تعاملت معه بخطأ بخطأ. فطبيعه الحصان ليست عذر لعدم التحكم، هي عذر لمحاولته للرفض. تعاملت معه صح بتحكم، تعاملت معه خطأ ستفقد التحكم. موضوع سريع حصل قبل شوي، انا قاعد ادخل حصان بيد واحده للجروف، ثم هذبت ما شرحت، فما يمديني اجمع بالشكل المطلوب. في عده ارتخاءات حصلت بالاعلام ما قدرت اجمعها بالشكل المطلوب، ثم هذبت ما زال مرتخي شوي. فانت هذب والان شبه مرتخي والحصان ما زال مشوش، فتحكمي فيه اثناء التشويش ما اعوض عن الجمع بجر على ورا، اعوض زي ما ذكرت عن الجمع بتغيير اتجاه اليد يمين يسار. يعني فرضا لما الحصان يفضي ويشوش، بدل ما اجر جر على ورا باتجاه بطني، اودي يدي يمين او يسار باتجاه الركبه، خلينا نقول حرك الكوع، فاعوض عن الجمع الدقيق باليدين عن طريق تغيير مكان اليد طالما انك ماسك بيد واحده. شيء ثاني، موضوع ذكرت سابقا موضوع ركوب اماكن مفتوحه واماكن مغلقه يوم اصعب، وانه بشكل عام اماكن مفتوحه عاده اصعب بس في استثناءات. ركبت مكان مغلق لكن في افراس وفحول الفحل قد يكون اصعب مكان مغلق من مكان مفتوح طالما في خيل، بينما اغلب الخيل مثلا مكان مفتوح اصعب لانها تعرض لاثبات اكثر وقسى ذلك. نفس الفكره في موضوع المويه، لما تكون كل الارض مويه زي مطر قوي، جميع الاماكن اللي بتركب فيها اصلا فيها مويه وفيها طين، وانه جاي بس شوي وقاعد دخله مناقع، لما يكون كل الارض طين الحصان فيه مويه بسرعه يتعود على الدخول. حتى كم درب خطا ممكن اللي حوله اصلا شيء مقارب للمويه، ورصده يكون اقل. عكس لما يكون اغلب الارض عاديه وبس مكان معين في منقع بيرفض المنقع ويبغى الارض العاديه، ولكن اذا كانت الارض كلها مناقع صح انه بسرعه بيدخل المويه بس بتبين الاخطاء اكثر، لقى الراكب طول الطلعه روغات وقمصات وانطلاقات وغيره. ولما الحصان الموزون سواء منقع واحد او الارض كلها مويه بتوزله، فما يتغير تحكم الحصان بالعكس يزيد. فكون الارض كلها مليانه مويه اسهل من نواحي، نعم، لكن من نواحي اصعب، لان الحصان معهم اذا دخل في المويه راغ انطلق قمص الى اخره، اذا ما تصير قمصه او انطلاقه او روغه واحده بمنقع واحد يكون طول الطلعه. عكس الحصان مدرب زين اصلا ما راح يسوي شيء سواء مكان مليان مويه او بس منقع واحد ما تفرق معه. نقدر نقول من نواحي اصعب ان الارض كلها تكون مويه، لكن ايضا من نواحي اسهل، رب ضارة النافعه.